الدولة. نسمو نصف المستقيم آسى. نطابق المسطرة على نصف المستقيم ونرسم خطوطا متقطعة. نضع إبرة البلسان إلى النقطة ألف. نفتحه على أي فتحة نريدها. نرسم قوسين نسمي النقطة الأولى ت والثانية ب. نضع إبرة البركان على النقطة ت. نفتح أكثر من النصف ونرسم قوسا فوق المستقيم. نحافظ على فتحة البركان ثم نضع إبرته على النقطة ب. نرسم قوسا فوق المستقيم. وعندما نحصل على نقطة تقاطع نسميها جيم. نربط بينها وبين النقطة ألف بالمسطرة. يمكننا التأكد بالكوس أن الزاوية قائمة. وهكذا حصلنا على زاوية قائمة. الطريقة الثانية. نرسم نصف المستقيم آسي.
نرسم النقطة واو لا تنتمي إلى نصف المستقيم آسي. نرسم دائرة مركزها واو وتمر من النقطة ألف. تقطع الدائرة نصف المستقيم AC في النقطة T. نرسم نصف المستقيم تاء و بخطوط متقطعة. يقطع نصف المستقيم تاء و الدائرة في نقطة التقاطع جي. وبذلك تحصلنا على نصف المستقيم AG. يمكننا التأكد بالكرسي أن الزاوية قائمة. وبالتالي تحصلنا على زاوية قائمة ألف سين ألف جيم.